السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم شباب في حلقه جديده من حلقات كورس الجرامر والكلمات. ان شاء الله حلقتنا النهارده هتكون خاصه بالفوكابلري، الكلمات او اللانجوج نوتس، الملاحظات اللغويه. وفي حلقتنا النهارده هنتكلم عن كلمه هيستوري والمشتقات بتاعه الكلمه دي. عندنا كلمه هيستوري، هيستوريكال، هيستوريك اند هيستوريان. الاربع كلمات دول هنتكلم عنهم ونوضح الفرق بينهم بالامثله وهنحل عليهم اسئله زي احنا متعودين. نجيب بقى كده ورقه وقلم ونبدا نشتغل مع بعض. وفي حلقتنا النهارده هنتكلم عن اربع كلمات. نركز بقى يا شباب لان الكلمات دي مهمه جدا. اول كلمه كلمه history، الكلمه الثانيه historian، historic، واخر كلمه historical. نشوف اول كلمه معانا كده، كلمه history. وكلمه history معناها التاريخ او ماده التاريخ، والكلمه تعتبر noun يعني اسم. اذا كلمه history معناها التاريخ، ماده التاريخ اللي احنا بندرسها في المدرسه او الجامعه. For example, I like studying history. بقول انني احب دراسة التاريخ. اذا كلمة history معناها مادة التاريخ اللي احنا بندرسها في المدرسة. الكلمة التانية كلمة historian. وكلمة historian تعتبر noun يعني اسم، ومعناها مؤرخ، يعني الشخص اللي بيكتب التاريخ. اذا كلمة historian يعني مؤرخ، الشخص اللي بيكتب التاريخ. For example, last year، بقول السنة اللي فاتت، I met a literary historian who lived abroad for long. بقول أنا قابلت مؤرخ أدبي، يعني في مجال الأدب، يعني بيكتب التاريخ في مجال الأدب. Who lived abroad، اللي عاش برا، for long، لفترة طويلة. إذن literary historian يعني مؤرخ أدبي. الكلمة الثالثة كلمة historic. وكلمة historic تعتبر adjective يعني صفة. صفة بمعنى تاريخي أو متعلق بوجوده فين في الماضي، يعني شيء قديم. يعني لما أكون بتكلم مثلا عن أماكن places، أو بتكلم عن buildings مباني، أماكن قديمة أو مباني قديمة، عاوز أقول إن الحاجة دي قديمة يعني كانت موجودة في الماضي أو حاجة تبع الماضي، يبقى استخدم كلمة historic. For example, we must keep our historic monuments. بقول يجب أن نحافظ على الآثار التاريخية. طبعا الآثار التاريخية قصده الحاجات القديمة، يعني شيء قديم. يبقى كلمة historic ممكن نقول إن معناها old، لما أقول إن ماذا مبنى تاريخي أو قلعة تاريخية يعني موجودة من زمان قديمة يعني. إذا كلمة historic معناها تاريخي متعلق بوجوده فين في الماضي، أو معناها قديم يعني. آخر كلمة كلمة historical، والكلمة تعتبر adjective بمعنى تاريخي، ولكن تاريخي بمعنى انه متعلق بدراسة التاريخ، مش تاريخي انه معناه قديم يعني، لا، متعلق بدراسة الايه؟ التاريخ. لما اقول مثلا historical events يعني احداث ايه؟ تاريخية. novels روايات تاريخية. facts حقائق تاريخية. اقول historical changes تغيرات. historical interest اللي هو اهتمام تاريخي، اهتمام بدراسة التاريخ يعني. إذا أنا شايف كلمة historical تاريخي، ولكن المقصود بأن الشيء ده متعلق بدراسة الإيه؟ التاريخ أو التعرف على التاريخ. For example, folk music was made up. بقولهم اخترعوا الفولك ميوزك دي، ده نوع من أنواع الموسيقى يعني. made up يعني اخترعوها أو ألفوها. made up يعني يخترع أو إيه أو يؤلف. To describe important historical events، لدراسة الأحداث التاريخية الهامة. إذا قلنا هنا إيه؟ historical events يعني الأحداث التاريخية، يعني بتكلم عن شيء متعلق بدراسة الإيه؟ التاريخ. إذا يا شباب، كلمة history يعني مادة التاريخ، historian المؤرخ اللي بيكتب التاريخ، historic يعني تاريخي شيء قديم يعني، historical يعني تاريخي بمعنى انه متعلق بدراسة الايه؟ التاريخ او التعرف على الامور التاريخية. ودلوقتي نيجي لفقرة practice التمارين. نشوف اول سؤال معانا. اول سؤال بيقول we went on a tour to visit some ancient space sites. طيب نشوف كده كلمة sites يعني اصلا. كلمة sites معناها
مواقع. عايز اقول المواقع التاريخيه، رحنا في جوله كده عشان نشوف الايه المواقع التاريخيه. اذا انا بتكلم هنا عن ايه؟ عن اماكن، مكان تاريخي. اذا اقول هنا شباب letter C historic، اقول historic sites يعني اماكن تاريخيه، اماكن قديمه يعني. Number two, my brother prefers reading space novels. بقول أخويا بيفضل قراءة الروايات. كلمة novels يعني إيه؟ novels يعني الروايات. طبعا الروايات دي خاصة برضو بإيه؟ بدراسة التاريخ. إذا لما يكون شيء خاص بدراسة التاريخ أو متعلق بدراسة التاريخ أستخدم historical اللي هي letter B historical. وطبعا هي الإجابة هنا مكررة، ممكن برضو أختار دي، يبقى احنا هنشيل ايه؟ هنشيل دي خالص، يبقى ناخد ايه؟ letter B بس historical او historical novels. Number three, a space is the person who studies history. بقول لي هو الشخص الذي يدرس التاريخ. مين بقى ده؟ طبعا المؤرخ. طب المؤرخ يعني ايه مستر؟ اللي هي letter B historian. يبقى historian is the person who studies history، هو الشخص الذي يدرس التاريخ. Number four, she had a degree in. كلمة degree يعني درجة جامعية. طب هي خدت درجة جامعية في ايه؟ أكيد في مادة التاريخ، المادة اللي احنا بندرسها في الجامعة والمدرسة. يبقى هنختار history اللي هي letter A، يبقى in history. This house has great space interest. أقول هذا المنزل له أهمية أو اهتمام تاريخي. طبعا كلمة interest دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بدراسة التاريخ، شيء الناس مهتمية به، مهتمية بدراسته. طب أقولي هنا شباب يبقى great أو historical interest اللي هي letter B historical interest، يعني أهمية تاريخية أو شيء متعلق بدراسة التاريخ. وبكده يكون خلصنا حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا معنا، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.